السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم مرة تانية في شرح شابتر جديد من كتاب Designing Interfaces 3rd Edition النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتناول مع بعض شابتر 7 تحت عنوان Lists of Things معاكم سماء شعيب أستاذ مشاري قسم نظم المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة في شابتر 7 بيغطي موضوع إزاي نعرض Lists طيب هنسال نفسنا هو الليسس موضوع كبير لدرجه ان هو يتعمل له شابتر كامل هو الشابتر في حد ذاته صغير مش, مش كبير بسيط لكن هو معمول له شابتر كامل لان اهميه الموضوع الخاص بعرض الليسس هو ده اللي فارق في الشابتر معمول له كامل عشان يعمل سكوبينج على الليسس او هاو تو ديزاين ليسس طب ليه اشمعنا اللسس لان اللسس او القوائم موجوده في كل حته في الديزاين بتاعنا إيه لو حضرتك بتعرض اوت او سكرينز او فوتوز او فيديوس او مابس او بوكس او جيمز او موفز او تي في شوز او سونجز او بو حتى بودكس او ايميل مسج او بلوج إنتوس او ستيتس ابديت او فورم بوستس او كومنتس وحتى السوشيال ريزلتس كمان والـ settings بتاعت الـ people والـ events والـ files والـ documents والـ applications والـ, links والـ, URLs والـ, tools والـ, والـ, والـ actions كل دي بتتعرض كالتس فهنعرف إزاي نفكر فيها بشكل منطقي وواضح وإزاي نفهم أو اه نعرف ايه هي جوانب التصميم في كل نوع من انواع الليست اللي احنا آه هنعمل لها ديزاين يوز كيسز كيسز فور او حالات استخدام القوائم في سيناريوهات عامة للقوائم لازم حضرتك تعرف ازاي اليوزر بتاعك هيبص على كل قائمة أول حاجة آه, السيناريو الأولاني getting an overview يعني اليوزر بيستخدم القايمة مثلا عشان يعرف الفكرة العامة عن الكونتنت بتاعها أو يبص فيها بسرعة عشان يعرف هي بتتكلم عن إيه أو متقسمة إزاي تاني سيناريو إن هو ممكن اليوزر هيعمل براوزنج آيتم باي آيتم يعني هيبص على عنصر عنصر وهيكتشف هل هيحتاج يعمل كليكينج ولا تابينج علشان يفتح كل أيتم. وهل الانتقال من عنصر لعنصر go back and going forward easy ولا لا؟ تالت سيناريو ننزل مع بعض searching for a specific item لو هم عايزين او المستخدم عايز يدور على سبيسيفيك ايتم او ايتم بعينه ففي الحاله دي لازم يلاقي اللي هو عايزه باقل عدد من الكليكس او باقل عدد من السكولينج او باقل مجهود ممكن رابع سيناريو سورتنج and filtering لو عندنا items كتير هل في امكانيه ان احنا نعمل ترتيب او فلتر للموست important ايتمز بالنسبة لليوزر بتاعنا من الليست بتاعتنا ولا لأ وغالبا بتستخدم الحالات دي في لو عندنا كونتنت كبير او برودكتس مثلا كتير لحاجه لسايت معين ففي الحاله دي لازم الديزاينر يعمل حساب sorting اند فلترنج اخر سيناريو لو هو عايز يعمل rearranging او adding او deleting او Uh, recategorization للأيتمز اللي, اللي عنده uh, لو في content معين عايز يضيف له هو بنفسه زي مثلا باصص او uh, يحذف content او مالتيبل ايتمز uh, من الليسته الخاصه بيه uh, ايا كانت الليسته دي مثلا لو هي مثلا ليست favorite او uh, whatever ايفر uh, يعمل لها categorization يضيف فولدر ويحط فيه الايتمز بتاعته ده كله من وظيفة الديزاينر إن هو يراعي آه السيناريو ده بأبعاده المختلفة. طيب هنرجع شوية للإنفورميشن أركتكشر اللي إحنا شرحناها في شابتر 2 اللي كانت بتركز على تنظيم المعلومات بغض النظر عن الفيجوال ريبريزنتيشن بتاعها. لو إحنا آه دقيقة كده ليها هنعرف ان هي النون فيجوال كاركترستكس اللي لازم نرتب عليها او ننظم هي مش نرتب هي ننظم عليها ونعمل اورجانيزيشن للليست اللي احنا هنعمل له ديزاين بناء على بعض النون فيجوال كاركترستكس اللي هي اللينث او طول الليست دي وعدد الايتيمز الموجوده فيها طريقة للـ للأيتمز هل هي مترتبة ألفابيتيكال ولا أي نوع من الترتيب اللي تم مناقشته، سواء مثلا نوميريكال أو Alphabetical أو على حسب مثلا لو هي برودكتس على حسب الكاتيجوريز أو إيفر كمان، عملية الجوبينج للآيتمز هل الـ Items دي ممكن يتم ترتيبها بشكل معين؟ لو كميه الايتيمز دي كتير فهل ممكن اعمل لها مثلا hierarchy ordering او or grouping او categorization بطريقه معينه كمان الايتيم تايبس نوع الايتيمز اللي هيتم عرضها هل هي topics؟ هل هي favorites؟ هل هي فيديو كليبس مثلا هل هي thumbnails مثلا لفيديو كليب او ميوزك معينه طيب طريقة التفاعل كمان ازاي اليوزر هيعمل interaction مع الليست اوف ايتمز دي دي برضو حاجة مهمة هل هتظهر كل العناصر في نفس الوقت؟ طيب ايه المتوقع ان يعمله اليوزر؟ هل هو مثلا هيعمل ري اوردرينج او وات اللي هيتم عمله على الليست دي؟ هل هيضيفها لكاتيجوريز معينة؟ يبقى طريقة التفاعل كمان اللي احنا برضو دينا هنت عليها من شوية دي مهمة جدا طيب الديناميك بيهيفير الوقت اللي بيستغرقه تحميل القايمة وهل القايمة دي بتتغير مباشرة ولا لا طب هل هيتم ادراج ايتمز جديدة في التوب ماست اوف ذا ليست ولا لا هل القايمه او الليست ايتمز دي تشينج اون ذا فلاي ولا لا إجابات الأسئلة اللي فاتت دي كلها والتفكير فيها من وجهة نظر الـ information architecture بتخلي نحدد مجموعة حلول التصميم اللي ممكن نصمم عليها الـ List of Items دي ولازم ناخد كل محتوى او كل نوع محتوى في الحسبان ويتم تصميمه بطريقة معينة بتبقى more interactive and more flexible بالنسبة لليوزر تاني حاجة هناخد في اعتبارنا أثناء تصميم الليست what are you trying to show اللي انت عايز تظهره لليوزر هنا عرض لك بعض الأسئلة اللي إجابتها بتمثل طرق التفاعل اللي كل المستخدمين أو معظم المستخدمين بيتعاملوا مع الأيتمز بيها أول سؤال When the user selects an item from a list Where should I show the details of that item لو اليوزر هيختار ايتم من الليست دي فين هظهر التفاصيل الخاصه بالايتم دي طيب الإجابات بتاعته ممكن أنا كديزاين إيشو ممكن أعملها تو 2-Panel Select أو Split فيو شو إن أعرض تفاصيل الأيتم جنبها أو قريبة منها عن طريق تو panel Selector وده باترن هيتم شرحه في الفصل ده آه كمان آه هل ممكن نعمله بليسنج للأيتم نفسه للست uh, item بالdetails بتاعته لما اليوزر يعمل interaction معاه زي مثلا تابنج أو كده وفي ال- ده بيستخدم في حالة مثلا السمول small screens, زي مثلا بعمل design mobile screen uh, أو إن اليوزر uh, لما يعمل tabbing أو interaction مع ال item فهيعرضه بشكل list انلاي يعني إن هو هيتفتح ويعرض الديتيلز بتاعته تحته. دي كلها إجابات للسؤال إن لو المستخدم عايز يعرف more details على الـ item ده إزاي هنعرض له الديتيلز دي على الشاشة وكل شاشة عرض طبعا أو كل ديفايس للباترنز الخاصة به تاني سؤال how can I show a list of items that have heavy visuals يعني إيه لو عندنا items عبارة عن صور آه فإزاي هقوم بعرض الصور دي خدنا أو تعاملنا مع الإيميجز مثلا زي في, في الشابتر في باترن الكاردز آه في عندنا طريقة عرض تانية اللي هي ثم جريد آه زي ما احنا اتكلمنا عليها في شابتر برضو قبل كده الجريد of ايكوالز آه برضو طريقة أو باتن الكاروسيل آه, هو alternative أو بديل نيل جريد وهنتكلم عنه بعد شوية إن شاء الله كمان طريقة التحميل أو وقت التحميل اللي هيتم فيه تحميل الأيتيمز دي وخاصة إن هي هيفي آه, فيجوالز هتحتاج وقت تحميل آه, كبير فدي برضو هتفرق في الديزاين إيشيو معانا تالت سؤال آه, How can I manage a very long list لو أنا عندي آه, lists طويلة إزاي أقدر أعمل لها managing آه, في العرض بتاعي هل هيتم تقسيم الـ items دي لـ pages أو عن طريق pattern الباجينيشن آه, أو ولا هيتم مثلا آه, عرضها عن طريق الـ infinite list اللي احنا آه, تناولناه مثلا في شابتر 6 آه, ولا الـ continuous scrolling button كل دي patterns لو أنا عندي very long list آه، وإمتى نستخدم كل pattern ده اللي إحنا برضو هنتكلم عنه إن شاء الله خلال الـ chapter آخر سؤال How can I show a list that's organized into categories or hierarchies؟ إزاي هظهر آه، العناصر بتاعتي في آه، categories أو تسلسلات هرمية معينة أو شكل ordering معين طيب جميل اللي احنا اجابات الاسئله اللي احنا طرحناها دي اه, عباره عن الباترنز اللي احنا هنتعامل معاها اه, او نتعامل اه, بل, اه, مع الليسس من خلالها هنتكلم دلوقتي عن two بانل selector او سبليت فيو والوان ويندو دوال داون والليست ان لاي والكاوس والثم نيل جريد والكاروزل والبيجينيشن والجامب تو ايتم والالفا نوميريك سكولينج والنيو ايتم أول آه باتون معانا تو panel selector أو split view معظم ال اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي يا جماعة آه كنا شرحنا أجزاء منها في تشابترز آه تانية فاحنا هنتناولها آه بسرعة مش هنعمل سكوبينج عليها آه أو على الديتيلز بتاعتها تاني آه أول باتون ازاي نعرض ال items في list المحتوى او الديتيلز بتاعه الايتمز او كل ايتم في بانل تانية دي بنعرضها امتى او بنستخدم الباترن ده امتى ده بتستخدمه امتى بتستخدمه لو عندك آه, long items او لونج list of items والقايمه دي عباره عن آه, كل ايتم فيها عباره عن محتوى مثير للاهتمام زي مثلا ايميل معين محتاج ان انت تعرض تفاصيل ليه جنبه طيب بتستخدم الباترن ده ليه علشان بتقلل الجهد او الافورت اللي هيبذله اليوزر علشان يعمل فيوينج للآيتمز دي مش لازم ان هو يفتح كل ايتم علشان يشوف المحتوى بتاعها ممكن يقرا ديتيلز او او سمول ديتيلز عنها بمجرد النظر في الانذر او في second بانل طيب ده كمان بيقلل من الفيجوال كوجنيتيف لود او الارهاق او الجهد الادراك البصري وكمان بتقلل من مجهود الذاكره لليوزر بمجرد برضو أنه هو هيبص جنبه مش هيضطر أنه هو يروح لمكان معين ويفتكر هو جاي منين ورايح فين لا هيبص جنب الايتم مباشره طيب الكلام ده قلنا اشهر تطبيق ليه الايميل و آه والاكزامبلز بتاعته طبعا زي ما احنا بنشوف في الجيميل ان في عندنا اسم الايميل وفي عندنا البانل التاني عباره عن ديتيلز للايميل ده زي الابل فوتوز مثلا وهنا مستخدم مجموعة من الباترن مش باترن واحد في الأبل فوتوز بالمناسبة مستخدم كمان الجريد اوف ايتمز طيب جميل one window drill down ده الثاني باترن معانا one window drill down يعني أن في ويندو بيحصل لها drilling down أو بتنزل لما اليوزر يضغط على item معين الويندو دي ما بتبقاش اوريدي ظاهره على الشاشه الا لما اليوزر يعمل انتر اكشن مع الايتم بنستخدم pattern ده في حالة ان انا عندي ايتمز كتير وكل ايتم ليها مالتبل ديتيلز زي مثلا الايميل بقى بالديتيلز بتاعته لو عايز افتح الديتيل زي ما احنا شايفين قدامنا في الريدت مثلا لما اليوزر يضغط على ايتم معينه بيظهر الديتيلز الخاصه بالايتم ده بشكل انذر واليوزر يقدر يرجع للمين ليست اوف ايتم وقت ما هو عايز عن طريق ان هو يضغط الزرار الباك فوق الباترن الثالث اللي معايا اللي هو ليست ان لاي ليست ان لاي معناه ايه معناه القائمة الخفية يعني بمعنى ان اليوزر هيعمل انتو اكشن مع الايتم فهيتفتح الديتيلز بس في نفس الصفحة مش هيتنقل لويندو تانية ولما يضغط عليها مرة تانية هتتقفل طيب list لي برضو بنستخدمه لو انا عندي ديتيلز كتيرة للايتمز بتاعتي ما ينفعش نعرضها في نفس الصفحة إيه وك... لان مثلا كان عندي سكرين إيه صغيرة او إيه بعرض إيه much more details for each item إيه مش هتنفع تتعرض في one screen فبالتالي إيه بضطر ان انا الجأ للست اللي الليست اللي ممكن اعرضها كمان كديزاينر عن طريق شوية انيميشن بسيطة زي ما احنا عرفنا مع بعض في التو patterns اللي هي الانيميتد ترانزيشنز accordion جميل جداً دي اكزامبلز للليست اللي وازاي زي الأبل الاي او اس فويس ميموز وان هو لو ضغط على الايتم بيعرض الديتيلز الخاصة بعملية الانترأكشن مع الايتمز دي جميل بيقول لي هنا ان انا ممكن كمان استخدم ال List Inlay مع المودل ويندو يعني اعمل Combining لتو Patterns uh, مع بعض مدي مثال هنا على عدد المحطات محطات القطر او الباص اللي من مكان لمكان وعدد المحطات في كل تاب بتظهر لما اليوزر يضغط على الايتم ده مدينا مدينا هنا further reading إن حضرتك لو عايز uh, to go on في كتاب كامل designing web interfaces uh, ده في كذا نوع من ال list inlay زي dialog inlays و detail inlays رابع باتون معانا الكارتس الكاردز زي ما احنا شفناها قبل كده هي طريقه لعرض البيكتشرز لو هي مختلفه لو انا بعرض عناصر غير متجانسه بس ليها نفس السلوك او هيتم عليها نفس عمليات الانتر اكشن مثلا ممكن يكون ليها مثلا سي تكست او ممكن اضيفها للفيفوريت ليست او نفس عملية الانتراكشن هي اللي هتتم هتتم على كل الايتمز بس هي مش متجانسة في مثلا الحجم في الديتيلز اللي هي بتعرضها آه طيب انا بستخدمها امتى بستخدمها ان أنا زي ما احنا قلنا لو انا عندي آه بطاقات او كاوس بتتكرر آه في الديزاين بتاعي آه وعايز اعرض ليها ديتيلز آه آه فبشوف ايه الاتربيوتس المشتركه ما بين كل الصور واشوف الدايركشن بتاع المحتوى بتاعي واتجاهه وهل هو هيتغير من لغه للغه او whatever وهشوف ازاي هعرض هعرضه ك favorite items مثلا آه وطرق العرض المختلفه ليه وابدا اتعامل معاه مدينا هنا example زي الهومز آه والاكسبيرينس ليستنج اللي بتتعرض في بي Airbnb website وده website طبعا خاص بالـ recommendations اكسبيرينس user experience على أماكن معينة برده مدينا further reading لو حضرتك عايز تتعمق في الباترن ده اللي هو الخاص بالـ طيب thumbnail grid ده الباترن الخامس اللي معانا او هي عباره عن ايه عباره عن شبكه الصور بنستخدم من اسمها للصور فقط بنرتب القايمه بتاعتنا عن طريق ان احنا بنعملها جريد متشابهه في كل شيء مش مش مختلفه في الكاركترستكس او في الفيديو كاركترستكس بتاعتها زي ما كان في الكارز لو عندي صورة كبيرة عايزة اعرضها في نيل جريد بختار اهم جزء في الصورة واعمل له زومينج او سكوبينج في الجالوري بتاعي اكزامبل نيل جريد زي الماك او اس فايندر وزي ال HPO سيرش وهو سايت خاص بالفيديوز او بالتي في شوز وزي الجوجل درايف ويب سايت او ابلكيشن برضو فرد ريدنج للانفورميشن اون ليس الباتون اللي بعد كده كاروسيل كاروسل معناها شكل دائري او العرض بشكل دائري ان الايتمز بيتم عرضها عن طريق اه تدويرها اه يمين وشمال تمام اه يعني بيتم عرضها عن طريق عرضي مش مش فيرتيكال تمام هوريزنتال مش فيرتيكال زي الابل تي في واحيانا بيتم عمل زومينج للايتم اللي هو اه في السنتر بتاع السكرين الحالي طيب بستخدمه امتى لو ما عنديش مساحه فيرتيكال كفايه عشان استخدم الثامب نيل جريد والحقيقه ان الكاروسل باترن بيشجع اليوزر ان هو يعمل براوزنج حضرتك كديزاينر بتحط الـ الـ items بتاعتك في الكاروسل تول بتحط سهم يمين وشمال عشان اليوزر يكوغنايز ان هو هي هيجو رايت اند ليفت بتسهل عمليه التابينج او السكولينج آه او الهوريزنتال سكولينج تحديدا آه ممكن كمان زي ما احنا قلنا بتكبر العنصر اللي عليه الدور آه في مركز العرض آه بعض الكروصل بتبقى آه مستقيمة أو لينيا وبعضها بتبقى آه دائرية بمعنى إن هو لما يوصل لآخر آيتم بيعود أول آيتم تاني آه، كمان لو اليوزر متوقع ان هو يعمل سيرش على ايتم معين في الـ في الـ من ضمن الكاروسل تول آه، ايتم او الايتمز اللي معوضه آه، بالكاروسل باترن لازم حضرتك تحط له سيرش واضح يقدر ان هو يدور بيه على الايتم او على تفاصيل الايتم ده آه، لو في تفاصيل لكل ايتم حطها تحتها او فوقها او قريبه منها كتكست زي ما احنا شايفين في مجموعه الامازون بوكس وزي ما احنا ننزل تحت الاي و بي ان بي برضو المعوضه عن طريق Carousel تول طيب بجنيشن وده سابع باترن معانا من اسمه تلقين للصفحات طيب يعني لو كان عندي محتوى وخاصة محتوى مثلا search ريزلت كبير هيتم عرضه في كذا صفحة لازم أحدد الصفحة المعروضة حاليا أو أعرضها في بيجينيشن باترن عن طريق تحديد الصفحة المعروضة حاليا ويبقى في الزرار نيكست والزرار previous وعدد الصفحات اللي طالع فيها الريزلتس اللي عندي طبعا بايولوجيك هنستخدمه امتى لو انا عندي القايمه طويله وعندي شاشه واحده مش هتكفي تحميل العناصر كلها فيها لو عندي كونتنت زي مثلا انفينيت ليست او او حاجه تبع السوشيال ميديا ما تفضلش طريقه البيجينيشن لان البيجينيشن جوه العاده ان هو بيستخدم زي ما احنا قلنا في نتائج البحث ايه حضرتك كمصمم هتاخد بعض الهنس في الحسبان زي ايه ننزل تحت نشوفها مع بعض اول حاجه ان حضرتك بتاخد فكره عامه على ال اللي عندك او الليسس اللي هيتم عرضها لو انواع الليسس دي عايزه ترتيب لازم حضرتك تاخد فكره ان اليوزر هيحتاجها مترتبه بايه most relevant مثلا ريزولت اللي هو بنستخدمه زي ما جوجل بتطلع اذا الاول عايز يغير او يعرف هو فتح ايه وما فتحش ايه فحضرتك لازم تغير لون الايتيمز اللي فتحت توضح رقم الصفحه الحاليه لليوزر وكمان تعمله زوايا next نيكست علشان تسهل له التنقل بين الآيتمز المختلفه والـ Items هنا عبارة عن البيجز. بيجز Pages، اه, pages contain lists of items مش item واحد جميل جدا طبعا أشهر اه, حاجة الـ Search Result في جوجل وبرده مدينا هنا example تاني الـ اه, في كذا سايت زي الـ بي وناشيونال جيوغرافيك والاتلانتيك Atlantic كل السيرش ريزلتس بتستخدم طريقه الريجينيشن طيب جميل ثامن بقى معانا جامب تو ايتم معنى جامب تو ايتم يعني لما اليوزر يدخل اسم ايتم معين حضرتك كديزاينر لازم تروح مباشره دايناميكلي للايتم اللي هو محتاجه أو تعرض له list of recommended items related بالأيتم اللي هو كتبه في السيرش طبعا يفضل في الحالة دي إن بتظهر كمان الكيبورد علشان تسهل اليوزر إن هو يمسح ويعدل في الأيتم ممكن مع كل حرف زيادة أو مسح حرف بتتغير الليست دي أوتوماتيك أشهر مثال لي الباترن ده السبوتيفاي إيه ان هو اوتوماتيكلي بيغير مجموعه الميوزك ريكومنديشن اللي ظهره كل ما اليوزر بيزود او بيقلل حرف طيب تاسع باترن معانا الفا او نوميريك سكولر معناها ان حضرتك بتعرض قائمه من الالفابيتيكال او نمبرز أو مخطط حتى زمني تمام ممكن يتنقل اليوزر تحت وفوق ما بينه عن طريق سكول بار اكزامبل للطريقة دي هي مش شائعة قوي بس ممكن مثلا لو عندي اوثرز او او كاتيجوريز مترتبة الفابيتيكال مثلا مغنيين او ممثلين او whatever فحضرتك بتعرض الالفابيتك اه لليوزر وان هو ممكن يضغط على اللتر اللي هو عايزه اه لو عندي مثلا كمان حاجه زي اه اكشنز معينه اتعملت عن على تايم لاين معين فحضرتك بتعرض له التايم لاين ده وان هو ممكن يكليك او ينتو اكت مع الايتيمز او كل ايتم موجود في التايم لاين فيعرض له الاكشنز اللي حصلت فيه او الايفنتس اللي حصلت فيه طيب هو مش مشهور قوي في الاستخدام بس ممكن حضرتك تلجأ له زي ما احنا قلنا لو حضرتك عايز تعرض حاجه مترتبه الفابيتيكال او نميريكال او بيزد على التايم زي ما احنا قلنا طيب جميل العاشر باتون معانا اللي هو نيو ايتم ان لو اليوزر عايز يضيف عنصر بنفسه لليست اوف ايتمز حضرتك كديزاينر هتستخدم الفيرست رو او اللاست row من التيبل بتاعتك علشان تحط له العنصر اللي هو عايزه جرت العادة ان النيو ايتم وده ده بيكون حضرتك عرضه في طريقة ان هو ممكن editable او ممكن يوزر يتفاعل معاه ويغير المحتوى اللي فيه لو هو محتاج ده عن طريق الكليكينج مثلا دي طبعا بنستخدمها لو عندنا ايتم آه، 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 اليوزر هو اللي بيعملها ومحتاج آه، هو يكون القوائم الخاصه بيه بترتيب محتوى معين او بكاتيجوريزيشن معين او ايفر آه، بتستخدم مساحه صغيره لكل ايتم آه، آه لو اليوزر سابه او خلص كتابة خلاص بتقفله الايتم ده بترجعه تاني عليه او بترجعه تاني اديتابل لو في حالة ان اليوزر عمل عليه كليك او تابنج آه ده كان اخر باترن معانا آه خلاصة لازم حضرتك زي ما احنا قلنا في البداية وبأكد عليها تاني وتالت جزئية الـ Information Architecture لازم حضرتك تكون وعيها كويس وعارفها كويس عشان تقدر تعمل تصميم صح أو تختار الـ Best Design وتجرب طرق مختلفة لعرض الـ بتاعتك وتشوف أسهل وأنسب طريقة بالنسبة لحاجتين الـ Content اللي حضرتك بتعرضه وبالنسبة للـ اللي حضرتك بتعرض له الـ Content شكرا لحضراتكم واشوفكم ان شاء الله باذن الله في شرح شابتر 8 السلام عليكم